السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير. أحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم بلا استثناء، ربنا يرزقكم الجنة غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. فساتين العيد قلنا نفتتح كده بإيه؟ بفساتين الأطفال. بسم الله ما شاء الله. مبدئيا برضو يا جماعة، إيه المحل ده؟ موجود في أبها ريحانة مول، الدور الأول، اسمه جوري عسير. بسم الله ما شاء الله. أغلب الناس اللي في أبها عارفاه، كان في ناس كتير جدا جدا النهاردة. هنبدأ كده ونقول بسم الله وعلى بركة الله، ونبدأ نشوف الموديلات بتاعتنا من فساتين الأطفال. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله، مبدئيا ده ب129 ريال، شكله جميل، اللهم بارك. عندهم كبير، صغير، وسط، كل المقاسات. شفتوا الصغير اللي فوق ده؟ بسم الله ما شاء الله، ما عليهوش السعر. يعني احيانا في حاجات عليها سعر وحاجات ما عليهاش. ومبدئيا برضو يا جماعة وللأمانة، الناس اللي هناك في المحل ده اللي هو جوري عسير بيخفضوا جدا وبيساعدوا الناس، يعني ما تاخدوش بالأرقام المكتوبة على الفساتين، هم بينزلوا، وانا شفت بنفسي وسالت اللي بيشتغلوا في المحل برضه الله يجزاهم خير، الستات اللي هناك قالوا لي ان احنا بننزل للزباين، يعني ما بنبيعش بنفس الاسعار المكتوبه. ده ب 196 وقع. بسم الله ما شاء الله، لونه جميل، اللهم بارك. عندهم تشكيله هايله جدا جدا من فساتين، الفساتين البناتي، الوان وابيض، وبسم الله ما شاء الله كلها جميله. بسم الله ما شاء الله، بنفسجي، اسود فيه برضو، بس الاسود مش كتير قوي، بس الابيض منه تصميمات وموديلات. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والاصفر زي ما انتم شايفين، انا بحاول بقدر الامكان اوريكم الاسعار. بسم الله، ده 146، اصفر، شكله جميل، صغير، في صغير وفي كبير وفي وسط، كل حاجه موجوده. وشفتوا ده؟ ده لونه حلو جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. كام يا ام عبود؟ 179. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده، عندهم من كل موديل عندهم الوان كتير، يعني مش لون واحد، الوان كتير زي ما انتم شايفين. عندهم برضو اللي هو ده نظام الستان ده، شوف سعره برضو 175 تقريبا. بسم الله ما شاء الله. المحل ده يا جماعة للناس اللي هتسألني تاني، المحل ده موجود فين؟ المحل ده موجود في أبها ريحانة مول، الدور الأول، اسمه جوري عسير. أغلب الناس اللي في أبها عارفاه. بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا عاملة هناك فيديو تاني عن فساتين اللي هي السواريهات أو فساتين الأفراح، لا مش فساتين الأفراح، الفساتين يعني اللي الناس بيحتاروا فيها الأفراح والحاجات دي، فساتين حريمي بس حلوة خالص، هتعجبكم وأسعارها معقولة. يعني هنزله بعد ده إن شاء الله، بس أنا قلت أبدأ بده الأول، إيه عشان الناس بتهتم إنها تجيب لأولادها أكتر ما بتجيب لنفسها. حلوة برضو البناطيل دي، جميلة خالص، اللي هي نظام اللي زي بتاعت الصاعقة كده، يعني 35 ريال. هما الاسعار عندهم بتبدا من 19 ريال، عندهم بلوزات وبناطيل بتبدا من 19 ريال، ده ب 35، كل الاستاند ده على 35 ريال، ده برده ب 35، عندهم استريتشات، عندهم بناطيل، عندهم تيشيرتات، عندهم بلوزات، عندهم جلابيات، عندهم فساتين سواريه، عندهم فساتين اطفال، كل حاجه موجوده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصراحة يا جماعة عندهم تشكيلة هايلة جدا جدا من فساتين الأطفال. بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لكم، الأسعار المكتوبة على الفساتين هم ما بيبيعوش بيها خالص، هم بيخفضوا للزباين، الله يجزاهم خير يا رب. شفتوا الأحمر ده؟ ما شاء الله، ملعلع. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل، ومن ورا في فيونكة كده وحركات، يعني جميل. انا احب الفساتين اللي يكون فيها يعني تصميم من الخلف ومن قدام. بسم الله ما شاء الله، بقى كويسة. شفتوا ده برضو اصفر، جميل خالص، اللهم بارك.
شفتوا ده الاخضر، اخضر غامق، جميل جميل جميل. عندهم فساتين في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. للناس اللي هتسالني، رغم انه والله العظيم انا دائما باستمرار بكتب العنوان، عنوان المحل في العنوان وبحطه في صندوق الوصف. المحل 129، المحل ده يا جماعه موجود في ابها ريحانه مول، الدور الاول، اسمه جوري عسير. عندهم تشكيله هايله من فساتين الاطفال والفساتين الحريمي اللي هي السواريهات بجميع انواعها والجلابيات. شفتوا دي برضو موديلات متعلقه، شكلها جميل خالص، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميله خالص خالص. شفتوا ده نظام الهندي او الباكستاني، هما الجماعه الهنود والباكستانيين بيحبوا الالوان دي وبيحبوا القماش اللي بيبقى فيه شخلاع كتير وحاجات كده بتلمع يعني. ده حلو، كلاسيك خالص وجميل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما قلت لكم يا جماعه هما بيخفضوا، بسم الله ما شاء الله، بيخفضوا، ما بيبيعوش بالاسعار المكتوبه على الفساتين خالص، بسم الله ما شاء الله. عندهم تشكيله هايله جدا جدا من فساتين الاطفال، انا مش عارفه ده ايه يعني، حاولت اشوف، هو برده ب 35 ريال، مش عارفه ممكن تيشرت يعني، ب 36 ريال. هو حاجه كده طويله وقط وفيه زي رباط من تحت كده. عايز حد نحيف ده، مالناش دعوه بالحاجات دي خالص. شوف اللي بعده، طبعا البناطيل دي حلوه جدا، ناعمه، تحس انها قطن وملمسها جميل خالص. عندهم الجلابيات، طبعا هنبدا مع بعض واحده واحده كده ونتفرج على الجلابيات اللي عندهم ونشوف اسعارها برضو. عندهم مغربي، عندهم كشمير، عندهم وطني، هندي، تركي، كل حاجه موجوده، بسم الله ما شاء الله. عندهم برضو فساتين سواريه زي ما قلت لكم، بس الفساتين السواريه انا عملت لها فيديو لوحدها. بسم الله ما شاء الله، نبدا مع بعض بقى واحده واحده كده ونشوف الجلابيات اللي عندهم، اللهم بارك. مبدئيا دي الجلابيات اللي عندهم، هوريكم كده واحده واحده ونبدا نشوف كل واحده اسعارها ايه. الصفره دي حلوه، شكلها جميل. عندهم المغربي، بسم الله وعلى بركه الله، نشوف السعر. ايوه 129 ريال. دي ب 129 ريال. شوف اللي جنبها، اللي جنبها مغربي زي القفطان المغربي كده، 149، حلوة ما شاء الله. هما بيخفضوا، والله يا جماعة بيخفضوا، يعني لما اروح اشتري منهم انا او اي حد ما بيبيعوش بخالص بالاسعار اللي مكتوبة خالص مطلقا على الاطلاق. الصفرة دي بقى يعني دي عليها دغواشة كده، اكيد يبقى السعر اللي عليها مش هما اللي بيبيعوا بيه، يعني ممكن يكون لها سعر تاني اقل، لان لاحظت الحركه دي في اكتر من حاجه عندهم يعني. شفت دي تلتكم 135، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم عندهم موديلات كتيره جدا من الجلابيات. خلينا نشوف الزرقاء الجميله دي وادور على السعر. في منها دي الخضراء، مش عارفه اللون ده ايه، يعني مش اخضر تقريبا يعني، لا مش اخضر يا ام عبود، خربت الالوان، ازرق فاتح. بس في الوان والله، ده اخضر، هو ده الاخضر، في الوان والله انا ما اعرفها يا جماعه، بتبقى الوان غريبه كده. القماشه بتاعتها الخامه ما شاء الله طريه وجميله، هي نظام القماشه بتاعتها اللي هي الكريشه، الكريشه الناعمه قوي الطريه. شفتوا الصفره دي ما شاء الله 129 ريال. منها الوان، في منها ده ومنها اللون اللي وراها ده اللي هو البيج تقريبا، ده بيج وده كحلي وده رصاصي، ايوه كده يا ام عبود اظبطي الالوان، وده ازرق، يعني عندهم الوان حلوه. هي 29 ريال كل الستاند اللي انتوا شايفينه ده. 129 ريال بنفسجي، دي نص كم، في ناس برضو بتحب الحاجات دي، جميله برضو في البيت بتبقى حلوه ما شاء الله، شكلها جميل.
وعندهم فساتين تحفه. انا عملت 2 فيديوهات هناك، بس قلت انزل بتاع الاطفال والجلابيات الاول عشان لو حد عايز يشتري حاجه للعيد يعني كده كده يروح ويتفرج. ولسه طبعا هنروح نصور عند ام فيصل محل الجلابيات اللي موجود في ريحانه مول، هي في الاعياد وباستمرار ما شاء الله. شفتوا دي مغربي جميله، القفطان المغربي 149 ريال ما شاء الله، حلوه خالص بسم الله ما شاء الله. منه الابيض، خليني اوريكم الابيض، الابيض تحفه اللهم بارك. فيها فخامه كده الجلابيات المغربي دي، تحسوا فيها اناقه بسم الله ما شاء الله. ودي برضو حلوه، نظام الشغل ده حلو، ودي برضو يعني عليها شغل بالابره يبقى حلو برضو. بسم الله ما شاء الله حلوه دي. عارفين دي احلى حاجه فيها ايه؟ انها بتتضيق ايوه من هنا وتتوسع. من الحزام ده، هو حزام داخلي لا اله الا الله، بيشد الواحد بتضيق، بس الموديل بتاعها جميل قوي قوي. انا شفتها برضو في محل الجلابيات المصريه، فيها فخامه كده ما شاء الله، الوانها حلوه، منها البامبا ومنها الاصفر. شفتوا زي ما قلت لكم الجميل انها ايه، من الحزام ده بتتشد بتتضيق وبتتوسع منه، يعني الاختيارات كلها موجوده ما شاء الله. ودي جلابيه تانية تقريبا قطن، برضو الملمس بتاعها حلو. ودي حاجات تانية اللي هي عباره عن قطعتين، شوفوا كده، ونظام كات ومغاط، النص اللي فوق كله مغاط يعني زي الاستك كده، 260 ما شاء الله ما شاء الله. يعني هي الموديلات الجديده بتبقى غاليه شويه، بس هناك حاجات حلوه وهناك حاجات اسعارها برضو معقوله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي برضو حلوه جميله خالص خالص. العنوان تاني يا جماعه للناس اللي هتسالني، المحل ده اسمه جوري عسير، موجود في ابها ريحانه مول الدور الاول، هو المحل الوحيد هناك اللي فيه فساتين سواريه وفيه فساتين اطفال بسم الله ما شاء الله. وتقريبا كده يا جماعه هو ده كان الفيديو بتاعنا. في فيديو تاني انا صورته هناك، هو كله عباره عن فساتين سواريه، اسعارها حلوه، موديلاتها جميله جدا، وكل الاختيارات موجوده هناك، بناتي، حريمي، مقفول، مفتوح، قصير، طويل، كل حاجه بسم الله ما شاء الله موجوده هناك. واتمنى لو الفيديو عجبكم فضلا وليس امرا حطوا لنا لايك، والسلام عليكم.